أهلا وسهلا بكم أيها السادة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد. أيها السادة، في إطار زيارتي التي يقوم بها لولاية تاجانت، أشرف رئيس الجمهورية على إطلاق الحملة الزراعية للخضروات للموسم الزراعي 2016-2017. أيها السادة، نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذه الحملة ونتناولها في محورين هما البعد الاقتصادي والفني للحملة، وكذلك حضور المرأة كفاعل ومنتج بارز في المجال الزراعي. سعدني أيها السادة أن أستضيف لإثراء هذا الموضوع وتعميق النقاش في مختلف محاوره كل من السيد الشيخ أحمد والسيد عبد الله المدير المساعد لإدارة تنمية الشعب والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. مرحبا سيادة المدير. استضيف كذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة زينب متموسى والشيخ سيدياء، وهي رئيسة مصلحة ترقية النشاطات الاقتصادية النسوية بالوزارة. مرحبا سيدة المديرة. سنتابع بداية عنصرا يتعلق بهذه الحملة، لكن قبل ذلك سندخل في النقاش مع الضيوف، ونبدأ معكم سيادة المدير في حديث حول أبرز ملامح وخصوصيات حملة زراعة الخضروات لهذا العام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدوري أشكر التلفزة الوطنية الموريتانية على إتاحة فرصة للحديث عن نشاط يعتبر من أهم النشاطات الاقتصادية، خصوصا النشاطات الاقتصادية الريفية. يتعلق الأمر بزراعة الخضروات. قبل أن أدخل في أهم مميزات الحملة هذه السنة، أود أن أتكلم عن واقع الحملة قبل منذ قديم وواقع زراعة الخضروات حديثا. زراعة الخضروات كانت نشاطا منسيا، كانت نشاطا زراعيا يمارس على نطاق ضيق في الزمان والمكان. كان نشاط أيضا يعتبر من الأنشطة الخاصة بالعنصر النسوي، وغابت عن اهتمامات قطاع الزراعة في السنوات القديمة السنوات الماضية منذ سنوات، واهتماما من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بالأمن الغذائي للمواطن، أعطى توجيهاته لوزارة الزراعة على أن يهتموا ويدخلوا كل المحاصيل اللي عندها بعد استراتيجي وبعد تأخذ أهمية بالنسبة للمواطن. الخضروات طبعا تأتي على رأس هذه المحاصيل، وطبعا القمح، وكما ترون مصنع السكر. إذا تلك المحاصيل كاملة اللي عندها بعد وطني، بعد مهم بالنسبة للمواطن، لازم أنها تأخذ بعدها في الاستراتيجيات الوطنية للإنتاج الزراعي. وهون نختار نعرج بعد الأمن الغذائي للمواطن. تجربة 2000 والله حالة 2008 اللي غاب فيها والله تدنى فيها الإنتاج العالمي من المنتجات الغذائية، سقطت فيها المقولة القائمة بعلى من يملك النقود أو من يملك الوسائل المادية هو آمن غذائيا. إذا الأمن الغذائي الحقيقي ما هو أنك تعود عندك وسائل تشتري بها المواد الغذائية، لأنك تقد قاع ما تجبر المواد الغذائية في السوق، وتقد لا سمح الله يعود العالم غير مستقر، وتقد إذا فهم عدة مسائل تقدر تجعلك عندك وسائلك المادية، عندك وقتك، غير ما أنك جاب السلعة تشريها. وهون معناته لازم تنتبه على أنك من أجل أن تكون آمنا غذائيا لابد أن تكون تنتج ما تحتاجه غذائيا من أرضك ومن وطنك، خصوصا إذا عاد هذه مواد مهمة، مواد حيوية، مواد تدخل في العادات اليومية للمواطن. وإذا عادت ما كانت في الزمان القديم تدخل في العادات الغذائية للمواطن الموريتاني بصفة كبيرة، أصبحت اليوم عنصر أساسي من الوجبة الغذائية. وهذا طبعا يعكسه والله يبرره أنها مهمة لتحسين السلوك الغذائي، مهمة لتحسين الصحة، مهمة لتحسين، مهمة حتى اقتصاديا للتوازن بين ما الاستيرادات والحاجيات. إذا
هذه تقريبا هي لمحة كنت نعطي عن قبل أن ندخل ما يميز بخصوص الحملة هذه السنة. الوزارة هذه السنة عندها أهداف أنها توصل واقع زراعة الخضروات قديما، الإحصاءات قاعدة غير دقيقة يا غالي، بعد تتحدث الإحصاءات المتوفرة عن المساحة اللي كانت تزرع سنويا حوالي 2500 إلى 3000 هكتار، إنتاج وطني حوالي 50 إلى 55 ألف طن سنويا، أي ما يغطي ما نسبته حوالي 25 إلى 28 من حاجيات المواطنين. هذا الواقع طبعا واقع قطاع الزراعة يعمل على تحسينه، يعمل على تطويره، يعمل على تغييره، يعمل على إحداث فيه نقلة نوعية. وفي الإطار هذه الحملة إن شاء الله الأهداف أن نوصل إلى ما يزيد على 5000 هكتار، 5600 ونية من الهكتارات، ونتوقع إن شاء الله أن يصل الإنتاج حوالي 93 ألف، ما يزيد على 93 ألف طين. هذه الأرقام إن شاء الله طبعا بترجمتها لأرقام تقريبية تقرب معناها أكثر للمواطن، معناها بعلمنا إن شاء الله عندنا هدف أن نوصل لما يزيد على 30 إلى 40% من حاجيات المواطن إن شاء الله هذه السنة من الخضروات. وذلك إن شاء الله سيكون عنده انعكاسات على 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 تحسين الإنتاج الوطني، وعلى توفير الخدمة الغذائية للمواطن، وعلى التقليل أيضا من الاستيرادات وتقليل من العملة الصعبة اللي تصرف في استيراد المواد الغذائية. هذه الأهداف ماذا رصد لها القطاع من أجل الوصول لهذه الأهداف؟ طبعا القطاع بالإضافة إلى خلق المناخ العام لتحسين زراعة الخضروات وتشجيع المنتجين الزراعيين نحو زراعة الخضروات، القطاع بشكل عملي قام بتوفير المدخلات الزراعية مجانيا بالنسبة لما يزيد على 180 موقع نموذجي لزراعة الخضروات، مساحتها تتركز أساسا في نواذيبو، بولانوار، بيكة الأحواش، كنكوصة، والعوجة بالعصابة، بالإضافة إلى مواقع نموذجية على مساحات ضيقة أصغر من ذلك، مساحة هكتار في المناطق اللي فيها شح مياه، ومساحة 2 إلى 3 هكتار في المواقع اللي ما عندها شح المياه. جيد. إذن توفير المدخلات الزراعية بالنسبة لهذه المواقع، توفير الحماية الزراعية بالنسبة لهذه المواقع من حيث التسييج، توفير ما يزيد على 200 و300 مضخة، منها 280 مضخة عاملة بطاقة شمسية، بالإضافة إلى توفير البذور، توفير 100 طن من البذور الطماطم. هذا المحصول اللي يشكل مع محصول البصل محصول استراتيجي جدا للوطن، تستورد البلاد منه حوالي 55 إلى 60 ألف طن سنوية. إذا لازم نعمل على أن هذه المحاصيل اللي تستهلك المواطن الموريتاني بشكل كبير لازم نعمل على توفير الظروف الملائمة وخلق الظروف الملائمة لإنتاجها في وطننا. جيد. كم الإجراءات اللي اتخذها القطاع لهذه الحملة؟ ربما نعود لبعضها في وقت لاحق من هذا الحوار. إذن أستاذ زينب، مرحبا بكم من جديد. كما قدم السيد المدير، وما كانت زراعة الخضروات زراعة نسوية أو نشاطا نسويا بحتا، اليوم ما الذي ينضاف إلى هذا النشاط النسوي؟ هل سيتعزز دور هذا النشاط كنشاط نسوي بعد يعني دمجه ضمن السياسات الزراعية للدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر التلفزيون الموريتانية على هذه السانحة اللي دائما تعطي كل ما كانت في استراتيجية وطنية متبعة، وكلما بينت الظروف والأحوال إن فيه اقتصاد معين، والله فيه أي ميدان معين، تبادر لشرح المواطن الكيفية وظروف وأهمية الموضوع. تبعا للشرح الوافي اللي اعطاه السيد المدير، بما انه مدير في الزراعة وفني، الشروح اللي اعطاه وافية وواضحة، وسبحان الله ربما ان على كل حال عادي قاع بيدي نحن وزارات كاملين نعملوا في ميدان واحد ونعملوا لتطبيق استراتيجيات وخطط معينة تساهم في الرفع من مستوى المواطن وفي اقتصاده وفي أمنه الغذائي.
والغريب في الامر اني سمع لفت انتباهي الرقم اللي قال عن نحاولوا هذه السنه نعودوا ننتجوا 30% من 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 حاجتنا في ماده الخضروات. الوزاره ذات هي من ضمن التعاونيات اللي مولت ما بين سنة 2014 لسنة 2016 وآخر هذا اللي الورق عود عادة 3 أشهر ولا 4 هو آخر دفعة من تمويلات طاطر التعاونية على مستوى الولايات الوطنية وعلى مستوى ولاية نواكشوط تمثل فيها التعاونيات الزراعية نسبة 30%. سبحان الله صدفة غريبة تمثل فيها نسبة 30% التعاونيات المختصة بميدان زراعة الخضروات. ولا شك أن الرفع من مستوى المرأة لا بد من كيف قال زم المدير سيد المدير أن أثبتت الأزمات الاقتصادية وأثبتت الظروف اللي يعتود أحيانا غير مستقرة أن الأمن الغذائي يجب أنك تعود تنتج حاجتك تنتجها حتى إن أمكانه بيتك. يجب أنك تكون عندك خضروات عندك حديقتك الصغيرة بيتك وعندك حتى حيوانك اللي تحلب إن أمكانه بيتك وعندك كل شيء إن أمكان بيتك. هذا هو اللي قد ينقال له الأمن الغذائي لو خير كيف قال به اللي نحن جزء من كل نحن في عالم ويسوى مهما كانت ظروفنا ومهما كان بعدنا عنه ومهما كان محاولتنا أن نعودوا ما قد نستقله عن ذاك اللي يتأثر به فرض علينا من نتأثره به. لا بد لا تأثر اقتصاديا لا بد نحن من نتأثره لا تأثر كل شيء تأثر به لا بد من يمسنا. وبالتالي جاءت هذه النظرة لفخامة الرئيس سيد محمد بن عبد العزيز وضع هذه الاستراتيجية لتنمية زراعة الخضر وزراعة الخضروات. الخضروات فائدتهم مع فائدتهم هم دخلوا علينا كوافد في عاداتنا الغذائية. نحن قبل ما كنا نعرف المواد الغذائية كنا معناها ما كنا نعرف الخضروات كنا نعتمد على مواد نحن الخاصة بينا كنا نعدلوا ذاك اللي نعدلوا قاع بدون ان هي ما هي داخلة في عاداتنا الغذائية. حتى هم اللي كانت ما هي ضرورية حتى بينا اللي ربما الفيتامينات والبروتينات والاملاح وذا كامل كان عندنا له مصادر. كان عندنا اللبن الصافي اللي حيوانه ما ياكل الحش ولا شيء وكان عندنا مصرعنا وكان عندنا حالتنا كاملة وكنا مكتفين بذا. درك ما تغيرت المواد الغذائية كاملة تغيرت واصبح من الضروري ادخال الخضروات في 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 الوجبه حميتنا الغذائيه لا بد منه به اللي ما تلا عندنا ولا عاد عندنا ما طبيعي حتى عاد في يوسف المرويه وزرع ما تينا نعتمد عليه وعاد اصبح من الضروري صحه بدانا والتنوع غذائنا ويكون وعود غني في المواد اللي الجسم بحاجه لها اصبحت الخضروات ضروريه. وسمعت الارقام اللي قالك سيد المدير ان نستوردو ياك ياك لا بد لنا منها. بهذا السبب رجعنا لعنا لا بد لنا فهمت الدوله وفهم فخامه الرئيس وفهم الناس اللي تضع الفنيين اللي يضعوا الاستراتيجيات والخطط فهموا ان القضيه انها قضيه مهمه. وبالامس شاهدنا تدشين الرئيس حول الزراعه وبالتالي الوزاره في ذا الاطار عندها تعاونيات اللي كانت تصل ما بين قلت لك 2014 الى 2016 مولد 1300 تعاونيه. ومن ضمن ذي 1300 تعاونيه 400 تعاونيه تخص بالزراعه. وشن هي كانت مستوى الانتاج؟ شن هي من درا كانكم شفتوا جدوايه لهذا الدعم؟ كان فم انتاج يوازي مثلا والله يشجع على الاستمرار في 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 دعم هذه التعاونيات بخصوص المجال الزراعي؟ هو كل شيء كامل كل شيء كامل يخص البدايه. ربما كان في بعض التعثرات وربما كان في بعض عدم تكوين قاع للميدان وعدم الخبره به لكن لا شك انه مع الزمن ما ولايه تنشاف في تحسينات مع الدعم ومع التكوينات ومع المتابعة لا بد لا شك أن نعود في تحسين ولا بد من والمرأة هون كل ما المرأة عودت عودتنا وعودت الوطن
وعودة السلطات السياسية للبلد مع دعمها لها ومع تحضارها لها ومع الأخذ بيدها، عودتها أنها كل شيء كامل جد وفرض عليها تثبت جدارتها فيه. مثلا كيف نقول مواكبة، مواكبة التطور ومواكبة السير ومواكبة كل الرواية. مثلا ارتأت واضعي الاستراتيجيات أنها قضية ضرورية وأنها لا بد منها تثبت المرأة. كانت المرأة دائما السباقة لإثبات جدارتها في الميدان ده. وبالتالي القضية جديدة، ونحن بعد إلى حد الساعة فتنا مولنا قلت لك ذا القدر من التعاونيات، وقطعنا عنا متابعين، وقطعنا إن شاء الله ستكون في تكوينات له من طرف الخبراء المختصين في الميدان، ولا شك أن ستكون هناك تحسينات، ولا شك أن ستكون هناك جدوية. جيد، شكرا جزيلا. سنتوقف الآن مع عنصر أعده فريق قناة موريتانيا المواكب لهذه الزيارة ولهذه الحملة التي هي جزء من أنشطة الزيارة. قابت أن تحتضن مدينة تيجيجا انطلاق حملة زراعة الخضروات بحكم ارتباط سكان ولاية تقانت على مر التاريخ بالزراعة تحت واحات النخيل، وهكذا ولأول مرة يجسد قطاع الزراعة الاهتمام بضرورة رفع المنتوج المحلي في مجال الخضروات بتنظيمه لحملة وطنية خاصة بهذا النوع من الزراعة. الحملة المذكورة ترمي إلى زراعة 5600 هكتار في عموم البلاد لإنتاج يتوقع أن يصل إلى 93,000 طن من مختلف أصناف وعينات الخضروات. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بها في ظروف جيدة، حيث وفر القطاع كل المعدات والمستلزمات من أسمدة وعدة زراعية للقيام بها في ظروف جيدة. كما قام القطاع بمجموعة من الإجراءات لأول مرة، منها حماية المنتوج ومنها تقريب الإرشاد من المزارعين في أماكن الإنتاج. وقد عمل قطاع الزراعة في إطار هذه الحملة على تأهيل العديد من المواقع النموذجية لزراعة الخضروات وتزويدها بالمدخلات الزراعية الضرورية. تعاونية التعاون بمدينة تيجيجا من بين 6 مواقع في ولاية تقانت استفادت من تدخلات القطاع ضمن هذه الحملة، تدخل مكان هذه التعاونية من استصلاح مساحة زراعية تقدر ب 1.3 هكتار وتزويدها بمنظومة ري حديثة تعتمد على الري بالتنقيط عبر مضخة مائية تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة إنتاجية تصل 7 أطنان في الساعة وخزانات للمياه، ومنح هذه التعاونية بعض الآليات الخاصة بتهيئة التربة. المنتسبات إلى تعاونية التعاون لزراعة الخضروات والبالغ عددهن 86 امرأة ثمنوا هذه اللفتة الكريمة في دعم أنشطتهن الزراعية. احنا هذا زين عندنا وقار فينا من الرئيس ومن وزارة الزراعة، ما نقدر وقا نعرف مجازاته عندنا هو شنو هو. من اللي قطعنا عنا هذا الشيء نافعنا في المعيش ونافعنا عقب ذاك في تزويد الدشرة بالخضرة. وبدعمه للبنية التحتية للإنتاج وحماية منتوج الخضروات من المنافسة الخارجية يؤسس قطاع الزراعة لمستقبل واعد لهذا النشاط الذي يعول عليه في مكافحة الفقر والتنويع الزراعي وتحسين دخل المستفيدين وتطوير وتنمية زراعة الخضروات. شكرا جزيلا زميل لبات والمداح، إذا كان في تعليق سيادة المدير. وتكملون الفكرة التي كنتم تقدمونها قبل في بداية حديثكم، بعد ذلك نستمر في الحوار سيادة المدير. طيب شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من خلال العنصر اللي شفنا نأكده من أرقام ثانية ومعطيات ثانية اللي قالت الأخت من وزارة شؤون المرأة بحضور المرأة المتميز في زراعة الخضروات. احنا هون في التعاونية شفنا النساء المشاركين معايا بذروا، شفنا النساء المشاركين يحرثوا، شفنا النساء المشاركين معايا يستغلوا التربة. ونختار نضيف معلومة من المعطيات المتوفرة عن القطاع الريفي كامل في الريف. الريف كيف تعرفوا كاملين يشهد هجرة للرجال خصوصا القوة العاملة الشباب، باستثناء المرأة تبقى جالسة في الريف. المرأة طبعا الشاب، المرأة النشطة، المرأة القوة العاملة، المرأة في الريف
وعول عليها جيدا، وهي اللي فعلا تلعب دور مهم مثلا قالوا النشاط الاقتصادي الريفي، لأن الشباب في الريف دائما يهاجروا للمدينة وتبقى المرأة مع الشيوخ، وبما أن القوة العاملة الشيوخ القوة العاملة بالنسبة لهم ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي ذات حجم كبير، إذا القوة العاملة النشطة في الريف وخاصة الزراعة يعول عليها كثيرا من نشاط المرأة. بخصوص نكمل الإجراءات اللي اتخذها القطاع طبعا بالإضافة إلى توفير المدخلات واستصلاح المساحات الزراعية اللي تكلمت لك عن المواقع النموذجية في إطارها، ومن خلال ما شفنا هون شفنا الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية أيضا توفيرها بدل من مصادر الطاقة الأخرى اللي مكلفة هذا عنده دلالته، لأن يعني المزارع ولا سيما المزارع الريفي في المناطق الريفية المناطق الهشة الضعيفة قوته على توفير الطاقة قوته على شراء جزوال قوة مكلفة. أيضا شفنا الري بالتنقيط، الري بالتنقيط لأن مشكلة لما مطروح في مشاكل في الوسط الريفي خاصة المنطقة اللي ما هي على ضفة النهر، وبالتالي لا بد من تقنيات فنية لترشيد المياه بدل من هذه المساحة كانت اللي تنسقى كاملة وتغمر كاملة بالمياه، شفنا بعد مثلا قطرة تقطر عن جذر النبات لتوفر للنبات حاجة من المياه، وبالتالي نرشد بالمياه ونعمل على اقتصاد المياه اللي هو عنصر محدد ومهم جدا للاقتصاد الزراعي في الوسط الريفي في المناطق اللي ما هي حاشة النهر السنغالي. إذن بالإضافة قلنا إلى المدخلات والمعدات الزراعية، فهم أيضا طاقم إرشادي تم وضع تحت تصرف المزارعين لإرشادهم على التقنيات الزراعية، لإرشادهم على كيفاش يسيروا مزرعتهم، كيفاش يطبقوا التقنيات الزراعية إن شاء الله الحديثة، ونأمل إن شاء الله نعود هذا عنده. ترون عن هذه الضمانات عنها يعني كافية للوصول إلى حجم الإنتاج المتوقع؟ طبعا هو قبل أن نصل إلى الإنتاج إياك نعود موضوعيين، لازم نعرف إحنا الظروف اللي ننتج فيها شيء. إحنا ما نلاه يكون نعرف عن فم معوقات خارجة قاع عن معوقات طبيعية. فمثلا أنت عندك ظروف الحرارة ظروف الجو في موريتانيا ما هي في الغالب مواتية لزراعة الخضروات، والله على الأقل على مدار السنة قد تصعد فترة معينة من شهر 11 إلى شهر 4 هذه فترة مناسبة لزراعة الخضروات، يا غير خارج ذاك على مدار السنة وفي أغلب مناطق موريتانيا يتعود الزراعة ما هي ظروف ما هي ملائمة لها. أيضا إحنا بما أننا قلنا أنه محصول دخيل معناته أن متطلبات إنتاجه ما فات المواطن إدخاله وما فات تعود عليها، والمواطن الريفي بصفة عامة بصفة عامة المواطن كامل ولا الإنسان كامل تغيير عقليته ما هو ما هو ما هو بالسهولة، كونك تجيب له رواية جديدة ويقوم تبنيها ويقوم يطبقها ويقوم ما متفاعل معها من الصعب، لا ولا سيما إذا عاد مواطن ريفي لا بد لك من تعوده على أن الخضروات مهمة، تعوده على أنها مضرة للداخل، تعوده على أنها أكثر ربح من زراعة الأرز، أكثر ربح من زراعة القمح، أكثر ربح من ياسر من النشاطات الاقتصادية اللي هو يقير هاو تعود عليهم هاو تكيف معاهم، وقد يعود مطبق فيهم المقولة اللي تقول بعلم عصفور في اليد بالنسبة له أخير قد يعود عنده بالنسبة من عشرة ما فاتح كمها غير بعد احنا قايلين له احنا بعلم إن شاء الله لين يطبق التقنيات وإن شاء الله لين يمشي مع الفنيين وإن شاء الله لين يتجه مع الوزارة في توجيهاته يدور ذيك العشرة يحكمها كاملة ويعود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الإنتاج كيف قلت لك نعوله جيدا على أن الإنتاج غير نوصل له وبه اللي قبالنا التدابير اللازمة، فمشي من المعوقات ما نتحكموا فيها، فمشي من المعوقات نتحكموا فيها يا قيرة أيضا ذيك ما نتحكموا فيها، هذا هو دور الفني، هذا هو دور الفني أن لعب درجة الحرارة مرتفعة، لماذا ما يجيب أصناف تتكيف مع درجة الحرارة؟ دور الفني لعات المنتجات كاملة ودور الدولة ودور الفني منها الدولة بصفة عامة لعات المنتجات كاملة تجي في فبراير وتجي في يناير وتنصب كاملة في فترة واحدة ويدن السعر، ودور الفني هو خلق ودور الدولة هو خلق الظروف الملائمة للتخزين وهو دعم التسويق هو دعم مراحل التسويق المختلفة بما فيها التخزين، ولماذا لا تحويله من محصول سهل التلف إلى محصول يقدر يتصبر فترة، تحويله من الطماطم مثلا على سبيل المثال من الطماطم حاجة إلى ما هو عمل خلال نهارات شوي لا يتستهلك إلى معجون وفي بطة يقدر يفوت سنة وسنتين ما هو عمل
إذا هذا هو دورنا اللي نعمل عليه إن شاء الله، هو خلق الظروف حتى ولو كانت غير مغاتية، خلق ظروف ملائمة للإنتاج. وهون الشجع وين يشوف المزارع ويشوف المنتج بعد أن الظروف عادت مغاتية، طبعا هو اللي سوى العمل الربح واللي سوى العمل الفائدة ودار التجاه إن شاء الله. أستاذ أبو تمك مسؤولين يعني عن النشاطات الاقتصادية للمرأة، كيف ترون إنتاجية المرأة في المجال الزراعي؟ أنا بعد أولا وقبل كل شيء أهني أخواتي هذا اللي 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 شفنا واللي شفنا عنهم، والله قاعد منين تلاون عضو صادقين مع انفاسنا نقولوا عن كل ميدان جينا له نشوف المرأة هي المضحية، مضحية بدون انها تبحث، وهون يبدون المرأة هي الأمامية، هي الأمامية بدون انها تبحث عن التعويض الآني. حتى نشوفوا احنا في الزيارة نشوفوا في استقبالات السيد الرئيس نشوفوا الرجال وهم الأولين يخسروا النظام، بهم اللي يدوروا يستسمحهم به، بهم اللي يدوروا يسلموا على الرئيس ويدوروا يجوه ويدور، بينما المرأة تبقى واقفة. مهم عندها أنها تعدل نظامها وأنها تستقبل فخامة الرئيس باستقبال حار بدون أنها ذاك الربح الآني اللي لو دولهم ويدفعوا يدوروا يسلموا ويدوروا يشافوا. هي مهم عندها أنها تأدي رسالتها. هذا هون هذا هون نهنى عليه المرأة ونشكرها عليه. كيف قال المرأة بصفة عامة نحن نعمل على 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 ترقية شطتها وعلى متابعتها فيهم، يقال المرأة الريفية مولي نعطوها اهتمام خاص بين اللي نعرفوا عنها أكثر اللي تواجه من الصعوبات، ونعرفوا عنهم مولي كيف قال يهاجروا عنها الرجال وهي تبقى قيمة على المكان، ما هو على ما هو على الأنشطة حدها، هي تبقى قيمة على الأطفال وعلى دراستهم، تبقى قيمة على البيت، تبقى قيمة على الفم للناس العجزة، تبقى قيمة على الحقل، تبقى هي المزارعة مع ذا كامل لا يتقس الحقل ولا يتزرع ولا يتعدل ذا كامل. إذا المرأة دي فيها عندنا لها استراتيجية وعندنا لها خطة معينة وعندنا لها مثلا ما نحاولوا عنا دائما نديروها أمام المرأة حتى الموجودة في المدن بها اللي ديك تتوفر عليها وسلم الامتيازات وتتوفر عليها ياسر حتى اللي عاد تمارس شيء أقل الصعوبات اللي تواجهها من اللي تواجه المرأة الريفية. وهون نشكرها ونهنئها ونشد على يدها في قضية. كان السؤال قلت لكم شنو تقييمكم المنتوج لإنتاجية المرأة في المجال الزراعي؟ إنتاجية المرأة في الآلة أنت بنرجع نقولكم لا تنساوا عن الرواية الجديدة كيف قال لكم السيد المدير اللي فني وفي الميدان رواية جديدة علينا كمجتمع وكنساء وكرجال. يقر بعد المرأة لا هنا عيتكم من ذا المنبر عن المرأة عنها ستكافح وستجاهد من أجل الوصول لذاك اللي أكبر شيء قد يتصلوا في ذا الميدان، والوزارة ما اللي ستكون معها في قضية كيف قلت لك سوف تكون توفر لها التكوين في الميدان اللي ربما يكون جديد عليها شيء ما، مع أنه كان موجود يقل ما كان موجود بالتبني اللي الوجه التوجه الجديد. والوزارة سوف تكون متابعة لها في التكوينات وفي توفير الوزارة مالية وزارة الزراعة كي قال لك توفر المداخيل وتوفر الزراعية وذا كامل. طبعا دور حسن من أداها في الميدان، دور خاصة أن هي حاجتها هي الشخصية، الحاجة تم الاقتراع. هي الرواية مثلا الخضروات هذا أصبحوا مثلا من الضرورة بمكان، وأصبحوا ما في بيت اليوم حتى أن البيت أكثر اللي يستهلك من تجي الوجبة في البيت، وجبة تقريبا نقول وجبة غداء، ومنين تتخرص تكاليف الوجبة تجد الخضروات عاد هم أكثر تكاليف الوجبة عندهم على الأقل الثلث من تكاليف الوجبة كاملة. إذا أصبح من الضروري كيف تعود تنتج هذا؟ هذا لا يتعود ثلث تموينك لبيتك أنت تنتج بيتك. إذا كيف لابد من حسن. كان فيه تكوين للنساء على المجال خاصة على مواكب التقنيات الجديدة في المجال الزراعي. لابد الوزارة حالة تبدأ بصدد دراسة التكوينات تعدلهم للنساء في الميدان أكيد.
أكيد لابد من عضو في تكوينات في الميدان اللي هو به اللي ميدان النساء مقبلات عليه وفعلا عنهم لابد هم اللي من عدل تحسيس على مثلا همجته وتحسيس عليه إقناعها بمزاولته بدل نحن تعرف طبيعتنا الموريتاني الحمار بدل عنهم كاملين كانوا منصبات عندهم تعاونيات تقليدية مثلا الصناعة تقليدية والله تعاونيات تجارة باتيك فيهم الملاحة وفيهم ده كامل يعودوا مثلا يعدلوا كاملة بينما يعود فيه وحدات مختصات في الخضروات وحدات مختصات في ذوم وحدات هذا يدعمهم ويجعلهم مثلا إنتاجهم هو نعليهم يسوقوا وقال مثلا التراكم في السوق من 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 من, من يعود ما هو خارج إذا عنهم لابد ينحسوهم إن شاء الله تعالى على أهمية الموضوع وعلى جدوائيته وعلى فائدته ولا بد من يتوجهوا لا بد قطعا لا شك انه ما لا يحسن يوم اليوم لا يبيعوا منه ويعملوا ما حاجته اذا هذا لا بد من يساهم في تحسين انشطتهم وبالرافع من مستواهم الاقتصادي والرافع من المواد الاستقلاليه استمرار الاقتصاديه مهمه به الانسان ما هو مستقل اقتصاديا ما هو موجود ما عنده فكره ما عنده كلمه ما عنده به اللي هو حتى اقتصاديا ما هو مستقل ما هو مستقل في قراراته لا هو مستقل في ما هو مستقلته تابع للمعيله بينما المرأة كلما استقلت اقتصاديا كلما تمكنت من قراراتها كلما عادت أكثر إنتاجية وأكثر نتيجة في بناء الوطن من قبل ولا شك ان الاتجاه ما هو يحسن من ادائها ويحسن من مشاركتها ويرفع من مستواها الاقتصادي الشيء الذي طبعا سيعود الى الوطن بخير به اللي سيعود اليها ولاسرتها ومن خلالها الى المجتمع ومن خلال المجتمع الى الوطن. جيد. سيد مدير بخصوص التقنيات الحديثه المستخدمه في المجال الزراعي شنو مدى استخدامها في هذه الحمله وكذلك تمكين جعلها في متناول المزارعين في الحقول خاصة في الأرياف. طيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كيف قلت لك بعد أن إدخال تقنية كاملة جديدة والله إدخال فكرة جديدة كاملة يطلب زمن ويطلب تغيير عقلية كانت عند مواطن يمارسها إلى عقلية أخرى. يتطلب ايضا خلق بنيه تحتيه لانك احنا نقول مثلا لا بد ان من الطاقه الشمسيه لا بد ان من الري بالتنقيط لا بد ان من الميكنه الزراعيه لازم تعود فهم بنيه تحتيه توفر هاي الوسائل وهذا هو اللي يعمل عليه القطاع يعمل القطاع على احنا المشاكل الاساسيه عندنا في التقنيات هي المشاكل المرتبطه بالمياه هي المشاكل المرتبطه بالميكنه الزراعيه مثل ما قلت لك الميكنه لأن الوسط الريفي القوة العاملة فيه تهاجر والقوة العاملة في الشباب تهاجر وتبقى المرأة تبقى الناس الضعاف إذا لابد من إبدال هاي القوة العاملة اليدوية بقوة ميكانيكية بدل من أنك أنت لابد لك 20 رجال جاك تعدل لك هكتار للنهار أنت تجيب ميكنة تعدل لك 10 هكتارات و20 هكتار للنهار إذا الميكنة الزراعية وترشيد المياه وإدخال المدخلات الزراعية نقول المدخلات الزراعية معناته أصناف البذور الجيدة اللي تعطي إنتاج جيد نقول بدل من التربة ضعيفة فقيرة معناته نجيبوا الذين قالوا الأسمدة اللي تغذي النبات واللي تخليك تنتقل من إنتاجية متدنية نبات محروس في تربة فقيرة ألا كيف شوف عندي المثل نقدر نعود أكثر احنا تطور فيه شوي الله كثير يدراكله حيوان نعلفه هو واحد ما نعلفه تاركينه على ذاك المتوفر من الغذاء في الطبيعه ليتلاحظوا على انهم انتاجهم ما هو واحد وكبرهم ما هو واحد. اذا هذه التقنيات وهذه المدخلات الزراعيه اللي يعمل القطاع على ادخالها من خلال المرشدين الزراعيين اللي موفروا اللي مولي له يكتتب ويزيد عددهم اياك يتم ويزقنوا بين المزارعين ويجوا هذا ويقولوا لي يعطيك تعدل ترابك بالطريقه الفلانيه يعطيك تبذر بالطريقه الفلانيه يعطيك تبذر الاصناف الفلانيه. وهون السؤال اللي قلت على شؤونه على النساء وتكوينهم طبعا جهود المراه جهود جباره وزاره شؤون المراه جهود قيمه في المجال غير ما اللي احنا القطاع الزراعه مهتمين بالنشاط بغض النظر عمن يمارسه اذا ندربه ونكونه الناس كامله اللي تمارسه سواء كانوا نساء وسواء كانوا رجال اذا ان شاء الله نسد جزء كبير من ذيك الثغره اللي عند النساء وعند الرجال في التكوين والعمل كيف قلت لك استراتيجية وطنية لذا ما هنو الا استراتيجية هذه الشعبة
من أهم الشعب اللي تقدر تساهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، لأنها مردوديتها أكثر من مردودية المحاصيل الأخرى، ولأنها بلفتة بسيطة وإدخال تقنيات بسيطة وتبني وحل بعض المشاكل نتحول إن شاء الله من إنتاجية للهكتار 10 طنان 8 طنان 12 طن إلى إنتاجية نتوقع إن شاء الله أنها تصير 25 و 30 خارج الزراعة التكثيفية، وتصل أكثر من ذلك الزراعة التكثيفية اللي هي زراعة في البيوت البلاستيكية اللي مستخدمة فيها التقنيات المتطورة جدا اللي تقدر تعود مرحلة ثانية من توجهات القطاع إن شاء الله. جيد أستاذ زينب، خاصة هاي الحملة تأتي بالتزامن مع زراعة مع الحملة الزراعية الشتوية لزراعة القمح. هون قد يطرح السؤال، لماذا اقتصار النشاطات الزراعية للنساء على زراعة الخضروات؟ ربما يكون مثلا كذا نرجع نقول العادات، نحن ربما يكون أكثر ارتباط بالبيت، ربما يكون الخضروات كان أكثر ارتباط بالبيت وأقل مثلا الحيز اللي تقدر تشغل من تقبض حوض مثلا ما هو كبير دير فيه شيء من توماته هذا يقدر يعطيك مردودية وقد بينما القمح على ما أعتقد أنا قاعد ماني فنية قال مواسي عنده المواد الأخرى عنها أكثر صعوبة شوي أكثر صعوبة شوي عمل ممتن خشونة شوي من الخضروات. أعتقد أن الخضروات عنها مثلا زراعتها ما هي صعبة حتى بينما القمح والأرز ربما تكون ربما ممكن يكون هناك سبب آخر ربما يكون هذا قاع سؤال مهم بالله عودنا لها يردنا جواب العوائق عند المرأة ربما يكون ملي عدم ولوج المرأة للقروض الكبيرة ربما يكون ملي عائق لأن زراعة القمح زراعة الأرز ربما تكون تتطلب موارد اقتصادية أكثر من تطلب ماكينات تطلب مادة أكثر من الخضرة بينما الخضروات تقدر تعدلها المرأة بقروضها المرأة فطن القرض الكبير ما تولجه قروض صغيرة القروض صغيرة بسيطة تقدر تقول إنها قروض هزيلة لا إنه من 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 ما تولجه المرأة بشكل عام ما تولج له المرأة ما تولج له عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية لا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية احنا عندنا نقولوا قروض صغيرة جيد عندنا استراتيجية نقولوا تمويل قروض صغيرة مثلا لا قروض ما تقدر تقول انا ما سقف اكثر شيء قد يصل له 500,000 هذا هو اكثر شيء قد تحصل عليه المرأة هذا هو اللي دائما احنا نطالبوا مع المرأة تعود تولج لقروض اكبر ياك تعود المرأة قد تمارس ذاك الأخر بيلي المرأة ما تيتري نقول لك أنا كثر خشونة ذيك قبيلة لا ما المرأة ما خالك شيء ما تتمارس ما عاد تقدر تمارس ومستعدة تمارس يقير مازالت عندها عوائق المرأة مازالت نظرات لها المجتمع ولو أنها بعد ما تات حتى عائق عندها يقير مازالت كيف قلت لك وجهها القروض الكبيرة ومازالت ولو أن فخامة الرئيس سيد محمد عبد العزيز خالق ياسر كان محظور على المرأة هو دمجها فيه به اللي هذا الملكيه العقاريه اللي ما كانت المرأة تجبرها العيات الان حتى التراب قاع عندهم ما فيها تمييز ايجابي اكثر من المالكات ترك لها من الملاك وحتى ان احنا مولي وزاره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره مواكبين المرأة لان مخلينا بذيك الحال حتى المرأة منين تطلق بيتها وتعود عندها اولاد بيتها ما تقدر تاخذ ملك اللي هي اولادها ما يقدر الراجل اللي وخذها منين بعد تعلمنا احنا وجينا مثلا عنها اللي ربما تكون هناك العوائق هي الوساها ما تمارس الزراعه غير بعد مع التدريب ومع الولوج للقروض ومع ذا الدور اللي تمارسها والدور اللي تنجح فيهم على ذكر هذه مشاريعكم خصوصا متعلقه بالمراه مثلا اللي منهم اليوم خاصة في مجال التعاونيات والله زاد في مجال النشاط الزراعي من دركان في معايير تفضيلية بخصوص القروض اللي تعطوهم في المجال الزراعي كانوا مثلا تعطوه لهم على أساس عليات عندهم تكتل في تعاونية والله تراعوا في هذه المعايير الأخرى كي امرأة معيلة امرأة مطلقة معيلة مثلا والله نحن عندنا الجوانب الاثنين عفوا عندنا إدارة الأسرة عندها تمويلات قروض ميسره
تعطيه بدون زياده تعطيه المعيلات الاسر تتعدى. وعندنا احنا القروض الصغيره من شان تمويل التعاونيات الصغيره نعطوه قاع للتعاونيات ما نعطوه له. ومنين ارتأت الوزاره عن هدايه تعدى دراسه جدوائيه لمساعده طبعا باتباع خطط الرئيس لمساعده المجتمعات الهشه من النساء عدلت لجنه تدرس وممثله في الولايات في كل ولايه فيها لجنه جهويه واللجنه هون في ولايه نواكشوط عضو فيها الولايات وتد عندها معايير وضعت معايير الاختيار التعاونيه اللي هي تمول فقرها عدد الاطفال هل مطلقه ام لا مثلا وضعت فيها جميع المعايير اللي تختار التعاونيه على 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 ضوءها للتمويل وتو منين يقدموا التعاونيات يخرصوا ذوك المعايير ذوك التعاونيات اللي فيهم ينقرض لهم ينقرض قروضهم عندها بعض معايير لكن المعايير تندرس وتخلص والأساسية تمتنح القروض. جيد سيد المدير هذا بخصوص القرض الزراعي زاد هو في مجال زراعة الخضروات نرى كان وزارة الزراعة عندها شي في ذا المجال القروض الزراعية طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للقرض الزراعي كيف تعرفه كان مختصر على 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 زراعة الأرز إلى حد كبير والله قاعد كان مقتصر على زراعة طيب ما يميز هاي الحملة اسمه أن هامهم إن شاء الله يبدو يعطوا قروض صغيرة من خلال الاتحاد الوطني للقرض على مستوى الواحات والمناطق المطرية هامهم إن شاء الله يعطوا منه قروض صغيرة لزراعة الخضروات هاي أهمها تدخل السنة الحجم اللي تدخل به بما أنها تجربة جديدة تقدر تعود ما تقوم منها بكفيها غير بعد اللي تبدأ إن شاء الله القرض كيف تعرف القرض لا بد لك تعود متأكد بعد النشاط الاقتصادي له يمكن ملاه من يستفيد هو ورد القرض إذا هذا هو اللي يضمن ديمومته هنا تعود النشاط الاقتصادي والبنية التحتية للنشاط الاقتصادي الممارس ما هي تضمن أنه هو له يستفيد ورد قرض وهكذا يستمر ويقبل قرض واحد ثاني ما تقد إلا عليه تعطي فضوته وتتكل وتعقب معه إذا يقرب على ما يميز هاي الحملة السنة ونختارهم شوي نشد على يد أخوتنا في وزارة شؤون المرأة بباطل علاقاتي بالمناديب الجويين المندوبيات الجوية لوزارة الزراعة ذا الدعم اللي يقدمه دائما اختيار المستفيدين يشركوا فيه لدرجة كبيرة إلى اعتقاع ماني قاعد انهم يعطوه فيه الصلاحيات كلها هاي التعاونيه ولوجه للاستفاده من درا كانها تستجيب للمعايير الفنيه اللي يلا حد يعاونها لكن اللي منه كامل يعني زراعه يشركوا فيه بدرجه كبيره المصالح الفنيه لوزاره الزراعه وهذا مهم جدا واحنا زاد من دورنا قط 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 عدلنا سيركيلير ومشات للولايات بعدين اللي قالوا النشاط دعم نشاط زراعه الخضروات التمم اللي يشركوا فيه واختيار المستفيدين منه تم يشركوا فيه المصالح شؤون المرأة في الداخل وهذا عن هذا التعاون اللا مفيد وخالق ومفيد مفيد جدا وعول عليه في تحسين الوضعية إن شاء الله جيد شنو أي علاقة للزراعة من تطوير الزراعة بالحد من والله زاد بالدعم الاستقرار في الوسط الريفي بالحد من الهجرة طبعا هو خلق أي نشاط اقتصادي في وسط معناته انك تجيب له قاع الناس ما هي منه ولا سيما ابنائه هو احنا نعود على حاشيه الضفه مثلا اللي الزراعه فيها متوفره الظروف الطبيعيه اللي تجعلها زراعه تكثيفيه ذات مردود اقتصادي جيد تربه جيده ومياه ما شاء الله متوفره ومجتمع زراعي نقول هون مجتمع زراعي مهم حتى طبعا مجتمعات قاع الاقتصاديه تخلق يقير مهم واللي المجتمع اللي هو مهنته تدعمه في مهنته اللي هو يمارس وهذا متوفر في الضفه معناته بعدين ان تعود النشاط الاقتصادي عنده مردوديه طبيعي درجه الناس ما هي قاعده لا سيما الناس اللي انا نعود الى حرثت لين نستفاد ولين نشري بقرات ولين نفتح بوتيك ولين نقري اولادي ولين هذا معني قايس انه هذه بندور شيء لعت منها للعيون ولا منها للنعمه
ولا انا جاي تزوير ندور في بليان ندور على النشاط الاقتصادي وندور على الدخل اللي نسد به حاجيات اليوميه ونتوفر وطني فرض اللي نعرف احد اخوتي واحد والدي واحد هذا الشيء طبيعي جدا بعد اني هنا بقى فهم اذا خلق اي نشاط اقتصادي في منطقه يجلب لها الهجره العامله ولا سيما عنه يثبت فيها ابنائها هي والزراعه طبعا جزء من هذا وعلى راسه لان النشاط الزراعي من النشاطات اللي كيف قلت لك بتغلب على بعض المسائل المرتبطه بالتغيرات المناخيه وبعض المسائل المرتبطه بالتغلب عليها نحوله من نشاط موسمي الى نشاط على مدار السنه وبالتالي يعود واحد على ضفه النهر اليوم يحرث مارو لانها فتره مارو الصبح يدير الخضره لانها فتره الخضره الصبح في الشتاء يدير اصناف من الخضره تحت حاجياتها البروده وحاجياتها الرطوبه معينه يعني نجي الصيف اللي تعود عاد يختار اصناف ثانيه تتحمل الى حد ما درجات الحراره تتحمل رطوبه جويه اخف من ذيك اللي كانت تحتاجها تتحمل سرعه من الرياح معينه اذا تكيفنا وخلقنا لهذه المتطلبات وتوفيرها للمنتج يجعله يتحول من نشاط اقتصادي موسمي لفتره محدوده الى نشاط اقتصادي ان شاء الله على مدار السنه وبالتالي استقرار الناس في مناطق على مدار السنه. جيد كي قلتوا سيدي زينبو عن النساء دائما عنهم هو قاعد يتسعوا في الريف يحتاج غير ايش تتوقعوا عن يساهم هذا في تثبيتهم ولا زاد توفير لهم ظروف مساعده على التثبيت اللي منهم مثلا كان عنده ضروره يقتضى عنه يهاجر من المكان الاصلي يعود يستقر فيه وحتى هم اللي عنه يوفر لهم القدره على يعني الاستفاده من الخدمات الاساسيه المتعلقه بالتعليم وهذا هذا نعول عليه كثيرا في تثبيت قاع الرجال فاحرايا النساء به اللي هي الناس من تعود وبه اللي الزراعه تعرف علاقه مباشره مع التربه صحيح لقاش منين يعود تعرف ترابه تربته وتعود مثلا فائده عليه هذا لا شك سيزيد ارتباط به ولا شك ان مدي منين مثلا تعود هيك زراعه مثلا مردوديتها كيف قال لك السيد المدير هو ما ترى حد واحد شيء ولقاه عنده روايه عايش بيها ومساهم فيها ببناء وطن ومول منها السوق ومردوديتها هذيك مباشره قطعا لا يعود لا زمن معدلها ولا زمن هم اللي متبارك مع ارضه يستصلحها ويعالجها ويهيئها يعلموا لها اذا عنه ما ترى هذا الشغل عاد بالنسبه له شاغل وبالنسبه له ما ترى قطعا لا هي ما تلاقي بعد عنه لا توعد عنه شيء. احنا الصف وزاره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره مالي عندنا كاع مساهمه منا في تثبيت السكان في اماكنها وفي اللامركزيه وفي مثلا متابعه الطافلات لدراستهم حتى عندنا كاع مع قضيه الزراعه ومع حتى هم اللي في القرايه ذوك الطافلات اللي كانوا ربما مثلا الاسره تعود فرض عليها تمشي معاهم وتقريهم والله حتى كاع الاطفال الاولاد عندنا حتى مشروع بسات ان نشروه منهم يتم يمشوا بذوك الاطفال البنات والاولاد يمشوا بهم شهر دراسه لعاد مدرسه ما يقريين منهم يلحقوهم لها ويردوهم كل هذا من اجل تثبيت الاسره مكانها في ظروفهم اللي ملائمه ظروف تقدر تقرب فيها تركتها وظروف تقدر تعيش فيها وظروف ما هي اللي ما تعود تعبانه حتى وهذا لا شك متكامل يدور الله يساعد فيه. وبالنسبه لكم في قطاع الشؤون الاجتماعيه هل تعنيكم هون المراه علاقتكم بالمراه هون لا المراه كمستفيد فقط ولا المراه كفاعل واطار في هذا الموضوع؟ علاقتنا بالمراه من جميع الجوانب كمستفيد وكفاعل وكناشط وكمستهدف من طرفنا في جميع عفوا المرأة تعنينا في كل جوانبها من هي بنت تدرس تشجيعها على الدراسة ومتابعتها وحتى مكافأتها من تتفوق وحتى تحسيس أسرتها على أهميتها وأهمية دراستها وهي شابة بمعنى تحسيس على أنها تكمل شهادتها وتحسيس على المسلكيات اللي تقد الضرب بوجهها
كشخص فاعل للمجتمع وهي كمتزوجة حثة وتحسيس على تربية أطفالها وعلى اختيار حتى شريكة وعلى مثلا تربية الأطفال وعلى السهر عليهم وعلى مثلا تلقيحهم وعلى تطعيمهم وعلى كل شيء فيها كل نوع من أشكال المرأة تعنينا في كل ما يتها في كل ما يتها كل شيء يمس والله يقدر يساهم في ترقية المرأة وفي النهوض بها وفي جعلها إنسان صالح للنهوض ببلدها هذا يهمنا من قريب ويهمنا من بعيد. سيد المدير في حديثكم قبيل عن دائما تنطرح مشكلة المياه في المناطق الزراعية مش من درش إنها حاجة الخضروات كانها زراعة الخضروات تحتاج المياه بنفس الدرجة اللي تحتاجها غيرها من المياه والله تقدر تعود مشكلة المياه مثلا أقل حجمها في زراعة الخضروات من حجمها في الزراعة الأخرى. هو بالنسبة للمحاصيل المروية كاملة تتفاوت حاجيات المياه حسب عدة أمور تتفاوت من حيث المحصول من نفسه تتفاوت من حيث التربة المحروث فيها تتفاوت من حيث الظروف المناخية المحروث فيها وطبعا ثم حاصيل حاجيات المائية كبيرة جدا كيف الأرز وثم حاصيل حاجيات المائية قليلة جدا وهي اللي دائما نحرزها في المناطق المطرية كيف الذرة البيضاء وكيف هو اسمه متري الدخن وفهم حاجيات محاصيل أخرى حاجياتها وسط بين هذا وذاك وهي اللي تقع في أغلبها محاصيل خضرية محاصيل خضرية أيضا هي بنفسها حاجياتها تتفاوت فيها اللي حاجياته 30 طن 3000 طن للموسم واللي هي الحاجيات 5000 طن للموسم وتطرح مشكلة المياه بالنسبة للخضروات تتغير أيضا حاجية المياه حسب الطريقة كيف قلت لك احنا هون نجيب له قلت ري بالتنقيط هذا يرشد المياه لحتى 80 يعني إذا كنت تستهلك على سبيل المثال 100 لتر لقد ثلاثة بهذه الطريقة تستهلك إلى 20 لتر إلى 30 لتر إذا معناته أن طريقة الري من نفسها تفيده وتعميم طريقة الري بتغسيل المياه تفيده وإحنا مطروح عندنا مشكلة المياه في الزراعة عندنا المناطق اللي نقول لها إحنا المناطق الزراعية الصالحة للزراعة متوفرة فيها تربة خصبة جيدا متوفرة فيها المياه بشكل كبير حاجياتنا قرعتنا من ماء النهر اللي نستهلكوا منها بعيد من حصتنا المعطية هنا ما تروح عنه مشكلة المياه على حصة النهر لزراعة الخضروات ولا زراعة محصول ثاني يغير ما تروح عنه مشكلة المياه في المناطق الأخرى مناطق الحوضين مناطق الأعصاب المناطق اللي ما فيها المياه بكميات كبيرة وهون هي اللي لا بد من التكيف مع ذلك الوضعية ما معناته أني لعات ما فهم المياه كبيرة ما نحرثهم لا احنا لا بدنا من نحرثهم يقير لا بدنا من نحرثهم بالطرق اللي تمكننا من استخدام المياه لهم بشكل يرشد المياه ومساحات ايضا لن تكون بحجم المساحات اللي موجودة له يقير بعد مساحات الاستغلال أكبر شيء ممكن أكبر حجم قادي صح حسب المصادر الطبيعية ليست قاع من المياه وحدها وإنما التربة من نفسها مصدر طبيعي ما هو متوفر في كل بلد ولا سيما إذا كانت التربة الزراعية إذا المصادر الطبيعية يلا الدولة يلا والقطاع يعمل على الاستغلال أكبر حجم قادي مستغل منها إن شاء الله في ظروف الجيدة جيد لهنا نختم حالا سيد المدير تقريبا خلاصة في أي أفق سنحقق برأيكم اكتفاء ذاتيا يعني يغطي حاجيات البلد من الخضروات حسب السياسة المرسومة أنا ظاهر لي عن حاجيات من الخضروات برقم تقريبي كافيا أن نحرزهم 10,000 إلى 15,000 إلى 16,000 هكتار وهذه ما هي سبة مثلا يبقى فقط حل بعض المشاكل المرتبطة أساسا بالتسويق التسويق لازم تنحل فهم المشاكل المرتبطة بالتسويق والقطاع يعمل عليها احنا السنة أنها منا خارج شنو البنية تعدل في مجال التسويق مما يميز هذه الحملة أيضا عندنا مخازن للتبريد قطع عدلت في طهر بيديام عندنا مخازن قطع عدلها مشروع بوليبراف في العصابة وعندنا مخزن قطع عدل في قرقل معدل مشروع بهابو وعندنا بعض المخازن اللي في قيد الإنشاء من طرف مشروع الواحات كل هذه المخازن هامنا إن شاء الله نفعلوها ونزيدوا حجمها
ونكثروها اياك انها تعود تستوعب الخضروات، ومنين يعود المنتج عاد خضرته هو دائما مشكله المنتج انه ينزل خضرته كامله في موسم واحد وينزل سعرها، ومنين تقول له السنه الجايه تعال احرث تماته يقول لك انا احرث عام الاول تماته وسكيلها بعته لها ب 30 وقيه والله ب 40 وقيه، غير انه تعاد عنده ظروف للتحويل قد يحول يشور منتجات اخرى والله قد يخزن، ومنين يتم السعر دائما لا 120 والله 150 والله 200، هذا هو طبيعته انه احنا نحرث ضرك 50000 هكتار من القرص، معناته انه قالنا عن نحرث 20000 هكتار من الخضروات والله 30000، خصوصا مع الاراده اللي قطعا اراده صادقه للمجال اللي قالوا دعم الزراعه بصفه عامه وتوفير لها الوسائل وتذليل العقبات دونها والمتابعه الميدانيه من القائمين على الشان العام في مختلف مستوياتهم اللي قالوا قطاع الزراعه، والسهر على ان شاء الله يتحسن وتتم ظروف الانتاج فيه في احسن الظروف. اخيرا زي ابو فهم نقطه بما تحدثنا عنها هي تسويق المنتوج الزراعي، ومن درايه كان فهم دور الوزاره الشؤون الاجتماعيه في دعم تسويق المنتوج النسوي الزراعي. احنا في ذا الميدان نقولوا عليه لوزاره الزراعه هي اللي هي الجهه الفنيه وهي اللي جهه كيف قال لك هي اللي نعول عليها في التكوينات ونعول على وعلى موليه التخزين كيفيه التخزين، وفي قطع التكوينات قد خضعوا لها في مجال مثلا كيفيه قد يعودوا التعليم هذاك، وقطعا لا معول عليهم فيه هما، ولا بد من تعود القدروات موجوده، هذا لا بد يشبر له حل، لا بد ان شاء الله الجهات المعنيه من تجد له حل ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ نمو. اذا مشاهدينا الكرام الجزء الاول من البرنامج اكتمل، في ختامه اشكر السيد الشيخ احمد السيدي عبد الله المدير المساعد لاداره التنميه الشعبيه والارشاد الزراعي بوزاره الزراعه، اشكر كذلك السيده زينب متموسى والشيخ سيديا رئيسه مصلحه ترقيه النشاطات الاقتصاديه للنساء بوزاره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره، شكرا لكما على تلبيه الدعوه واثراء النقاش في هذا البرنامج. نلتقي أيها السادة بعد الفاصل في فقرة الصحية من جديد.
تحية طيبة، مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في الجزء الصحي من هذا البرنامج. لن يكون بعيدا عن موضوعنا، سنتناول فيه الفوائد الصحية للخضروات. أستضيف في هذه الفقرة الأستاذ عبد القادر الأحمد، رئيس مصلحة التهريب الصحي بوزارة الصحة. مرحبا سيد المدير. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. بداية، هل من تمهيد حول الفوائد الصحية للخضروات قبل أن نفصل؟ شكرا شيخنا، شكرا لكم جديد. في الحقيقة كما تعلمون اللي قالوا الخضروات داخل في نطاق هذا المجال اللي قالوا مجال التغذية، ومجال التغذية تقريبا عنده جوانب، هي جانب تكنولوجي هو كيفية زراعتها وكيفية إنتاجها والتدخل في جينات الخضروات بوصف نباتات، وهذا جانب مهم، وهو هو اللي يعكس هل الخضروات ستأتي بالنوع اللي مطلوب واللي بالفوائد اللي لا يتعقب تعود به الغذائية به اللي هي أصلا مزروعة لكي تتحول إلى غذاء. وإحنا سنركز على الجانب الغذائي منها، وهذا الجانب الغذائي نختار ونقول على أنها هي عينة من الأغذية، قالها الأغذية أساسا المكملة، ومع أنها فيها بعض من المواد الأساسية. كما تعلمون الغذاء ثلاثة أنواع: غذاء باني، وغذاء واقي، وغذاء مولد للطاقة. والغذاء الباني هو اللي يقولوا له البروتينات وفيه اللحوم وما إلى ذلك، والغذاء اللي واقي فيه هذه الخضروات اللي هي ينقال لهم الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم متركزين في الخضروات. والغذاء المباني المولد للطاقة هو المواد الكربوهيدراتية والسكريات، وهو يهم اللي منهما نسبة. إذن هو أساساً أصلاً الخضروات مديورين المسألتين، واحدة يعودوا ذاك اللي فيهم جوانب الطاقة الغذائية يعود فيهم، غير أساساً على أنهم الذين قالوا وقاية اللسان من الأمراض، وكذلك أيضاً تقوية العمليات الايض داخل جسمه اللي هي عمليات الغذاء الداخليه اللي هي فيها الاملاح والفيتامينات وما الى ذلك. وكل خضروات معينه عندها خصائص، وحدات تتميز فيتامينات من نوع كذا، وحدات تتميز هذا بقى هو التمهيد اللي ظاهر لي انه هو اللي ترى لي عليه انه هو اللي جيد. بخصوص يعني تفاوتهم في الفيتامينات وذاك، ومن درايه كان مثلا عينة منهم أكثر لها الجسم من غيرها، نعم. والله كان فيهم شيء يغني عن الأخر. لا، هما في الحقيقة متركزة فيهم اللي قالوا الفيتامينات تعودوا سامعين على أنهم ياسرين خارجين الفيتامينات اللي منطوية تحت فيتامينات باء ويسر من الأنواع، وفيتامينات فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين جيم، وهذه الفيتامينات كلها عنده وظيفة في الجسم معينة يعدلها. إذن وهو مصة نقول وعلن أن الخضر الفلاني علنه متركزة فيه الفيتامينات ألف والخضر الفلاني متركزين. إن أنت لو لين تشرحهم هما كعينات، أنا قاعد ماني مختص في الخضروات قبالي يقير نعرف علينا ذلين قالوا كاروت، وذلين قالوا صلاة، وذلين قالوا الخضروات اللي عندها الأوراق هذه يعود يكثروا فيها نوع من الفيتامينات، قال لهم فيتامين ألف وفيتامين جيم. وهذه الفيتامينات من الفيتامينات الذائبة في الماء، بهم الفيتامينات أنواع، بهم الذائبة في الدهون والذائبة في الماء. وعادة الفيتامينات الذائبة في الدهون هي اللي تعود
ما هي ياسرة حتى في كيف تداي وكيف فيتامين ألف هذا شنو هو دورها في الجسم؟ شكرا جزيلا اللي جبتنا بها اللي هي اللي في الحقيقة عندها دورين، واحد منهم دور يتعلق بذلك قالوا البصر، معناها ذلك قالوا شبكية العين داخل في تركيبها، وبالتالي نين يعود ناقص يعود رقاش ما يشوف، خاصة خلايا اللي مسؤولة عن الرؤية في الليل هي اللي تتركز فيها، هي تتكون من هذه الفيتامينات، وبالتالي نين تعود الفيتامين ما هو موجود يعود رقاش يعود في الليل ما يشوف، ينقال له العشاء الليلي، وهذا هو فيتامين ألف الرئيسي، وهذا هو الوسع على أن تخرج استراتيجيات في الأطفال على أنهم تم إعطاء لهم فيتامين ألف بها اللي هي عادة تعود زراعتها صعيبة، وبها اللي قلنا أنها هي صلاة هذه، وحتى العادات الغذائية للناس ما هي داخلة فيهم، وهذه الفيتامين عنده دور على ذلك قال له الرؤية الليلية، ومهم جدا اللي هو فيتامين ألف. وبالنسبة للظروف اللي تجب مراعاتها في استخدام الخضروات، شكرا لي لأن سئلتك أسئلة علمية، الخضروات في الفيتامينات الخضروات فيها شيء شيق ما شاء الله الشهية اللي الخضروات فيها شيء الفيتامينات فيها شيء لين تلحق درجة 50% 50 درجة مثلا ماء تلو، ومنها فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي اللي معروف عند الناس، وفيها شيء إلين يلحق درجات إذا يذوب يفقد قيمته لين ترتفع درجة الحرارة. إحنا نعرف علينا ما خارج طعام يقد ينطها تحت درجة 100 درجة، وبالتالي الخضروات عندها ما تنطها خارج شيء من الفيتامينات كاملين اللي يموت عند اللي يذوب عند 50 لا يتفقده، يعني عد كان موجود فيها، وهذا هو أهمية الناس تشوفها تعدل تكرطها ما زالت سابقته طيب إياك لا دارت على النار ما تفقد هذا. إذا الظروف اللي تعود فيها موجودة يلا تعود تحضر تحضير جيد وتغسل تغسيل جيد بها اللي هي أم اللي مشكلتها علينا أنها متلامسة مع التراب، وتستعمل لها أيضا المواد والسميدة وما إلى ذلك، وهذا يتطلب علينا أنها هي أنها نظافتها ما يكون نظافة الأغذية الخضراء. يلا سابق تنتكل تعود تخضع النظافة، وعادة يعود ما هو اللالمة العادي، الناس عادة تخضع له اللالمة العادي يقير يلا ينزاد شوي من اللي قالوا الكلور، الكلور نقولوها احنا الجافل، وبالتالي يتعود الخضروات سابق تنتكل تنقسل، ونختار نأكد على الصلاة على أنها مهمة وأنها فيها شيء ما في الأغذية الأخرى يقير مولي أوراقها قد يبقى بيناتهم شو من الفيروسات وشو من الجراثيم اللي تسبب أمراض أمتن من العادي. وعادة الخضروات الظروف اللي سؤالك اللي طرحتها يلا تعود تتكلم في ظروف النظافة الجيدة، وكذلك أيضا أعلن ما تطيب، لكن منها ما يطيب ويا يطيب بعد يعرف حتى أعلن أنها أنه فقد ذلك النتيجة اللي كان مثلا يعود كان فيه الأملاح المعدنية وفيه السكريات وفيه الفيتامينات، خالقين الفيتامينات لا يفقدوا لا يبقوا فيه السكريات ويبقوا فيه الأملاح المعدنية، معناها أن ما نقدر نقول علينا الخضروات اللي يعني تنطها ما لا تفقد، وهذا ما اللي هو اللي دائما الناس تميل إلى التعميم علينا يعني نقول لك هي ما تفقد وظيفتها كاملة ولا تفقد قيمتها كاملة غير تفقد منها أكثريتها، واللي هي الفيتامينات اللي هي المديور منها بها اللي هي أصلا هي والفواكه الخضروات والفواكه أصلا مديورين على أنهم مكملين للغذاء، وليسوا مثلا ما لك لا يتجبر فيهم الدهون، اللهم إذا ما لك لا يتجبر فيهم الدهن وهذه مادة أساسية، وسكريات لا يتجبر فيهم منها من الشيء ما هو ياسر، ولا هو لا يعود مولي ساكاروز، ولا هو لا يعود لاكتوز، ولا هو ما هو لا يعود مع السكريات اللي كاملين، إذن لا يتجبر فيه بعض من السكريات، ولا يتجبر فيها بعض من الكربوهيدرات، ولا يتجبر فيها بعض من الفيتامينات، إذن هي ينقالها الأغذية الواقية من الأمراض وأيضا المكملة للغذاء. وهي قلت عنها هي مثلا حد يبارها من مزرعة كافي حد سقلها بماء اللي فيه كلور؟ هي طبعا
يا الله يا الله يا الله حد مهما كان مثلا حجم المواد الكميات اللي مديور عليها من الاسميده لا ما عندها مشكله عندها من تغسل هي مديور من هذيك الاسميده هي اللي تركيبتها لا من الاسميده وموجوده ومطلوبه غير هي نفسها من ظاهرها وجلتها اللي هي اللي مهمه اللي الناس تعي تقلع عنها جلتها وذاك ما تعرضنا له به اللي هي فيها شيء عنده جله تنقلع وفيها عنده جله ما تنقلع اذا عاده الناس تحسنها وهذا يقلل من الشراثيم اللي عليها غير ما اللي ينقص من قيمتها هي شنو هي العينات منها مثلا لما يالله تنقلع عنها قشرتها هي العينات اللي ما تنقلع عنها قشرتها عاده هذا اللي قال له كاروت ما هو فاصل تنقلع عنه قشرته باللي ما هذا اللي قال له ايضا يا بومديتير يا عيد وخلي عليه قشرته يطيب وين تعود يبقى من هذاك المهم ويبقى لا من هذاك اللي رقيق بدلا من تحسن وتمشي بالجله اللي لا تمشي بالطبقه الاولى اللي هو هي طبقات كل طبقه عندها خصائص اذا لين تدار في الموت تدار بصير هي اللي تفقد من 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 قيمتها لاك اللي شو حد قط شاف بومبوتيرايا منصوبه هي بجلتها وبومبوتيرايا منصوبه ما هو واحد اذا هذا تقريبا في الحقيقة اختصاصاته للتغذية يقير احنا لا نعيونا لا هم قاعد تدخل تحدثوا عن فيتامين ألف اللي قلتوا عنها في كاروت وصلات وعن دورها للجسم شنو هي الفيتامينات الخضروات الأخرى اللي فيها عينات الفيتامين الأخرى من درا كان الخلطة اللي كانوا معاك هم كانوا ذكروا لك اسماءهم كانت تقول لنا منهم شيء عودوا نعرفوهم إياك نعرفوا إياك نعرفوا اللي تكلمون عن الطماطة عندي عن الطماطة إذا الطماطم جيد الطماطم علينا أيضا إذا حق الطماطم من أكثر الخضروات جيدة وعندها خصائص أيضا علينا عندها فهم دراسات تقول علينا أنها معلومة في الكلى ومعلومة في البروستات ومعلومة هي ينقال لك كل خضرة عندها شيء مختصة به من الأعضاء معناها علينا نقدون إن قبلهم كاملين كلهم يقولوا خضروات القلب يقير معاهم أخرى خضروات الكلى يقير معاهم أخرى خضروات المعدة معاهم شيء معناها أن تماما الخضروات المختصة يقولونها في الكلى وفي البروستات اللي هو الجهاز البولي بصفة عامة وأيضا الجهاز الدوري اذا هي اللي هي بينما اعلن انها يقولوا اهل الحموضه اعلن انهم تزيد لهم بعض من المواد ذاك ما هو صحيح كامل يا غير انواع الرقاش اللي عنده حموضه زايده ما يلا يعود يعملها هي مثلا على الريق يا غير هي يعني ما تتفاعل مع احماض اخرين تعود عندها تزيد والحموضه اللي موجوده في الجسم ما هي الحموضه اللي موجوده في المسائل اسيد ايت الكلوريك هو اللي موجود في المعده يا غير اسيد ايت الكلوريك عنده اهميه به اللي ما خارج غذاء صايب عنه وبالتالي المعده لا نقول علينا هي اللي هي التماتة اللي هي موضوعنا علينا انها فيها فيتامينات فيها فيتامين ب وفيها فيتامين سي وفيها فيتامين سين اللي هي يقولوا جيم ياك ما تمون جيم فيتامين سي وهذه طبعا معلوم ضروره علينا انها اللي انت لحد الايام رجع لها الجسم يلحق الجلد عندها اهميه فيه معناها عليها رونق الجلد وما الى ذلك تطيه كذلك ايضا فيتامينات اللي عندها علاقه بذلك قال له عمليات الداخليه للايض اللي هي اللي تعقب تعود المواد اهميتها فيها شنو هو ذاك ذيك المواد الاساسيه اللي هي اللي يقيس الدم ذلك اخر منها اللي يقيس الفضلات مهم كيت مثلا نقولوا علينا نخالق المواد اللي فيها الالياف اللي هم لا يعودوا يقولوا لكم هون منع كان هي الصبه ما ذيك البيضه اللي تندار على مار والحوت ذيك ذاك قالها الخضروات ذات الالياف اهميتها شنو هو؟ اهميتها حتى في ذلك قالوا انها تساعد في الهضم معناها على انها هي ما يمتصها الجسم وبالتالي لين تبقى في الامعاء الامعاء لها يقذفها وبالتالي لين يقذفها لها يقذف اللي معاها معناها الخضروات ذات الالياف اللي نذكر منهم وفي الحقيقة فهم منهم يوسر من الأنواع يقير مصنفين حسب ذو اللي يغلب عليهم الألياف وهذه معلومين في الهضم ذو اللي يغلب عليهم تقريبا الخضرة والخضروات قلت أعلن أنهم فيتامين وفيتامينات خاصين بهم ومن أهميتهم أعلن أنهم هؤلاء الخضروات فيتاميناتهم كاملين في الماء
ما هما الفيتامينات نوعين، ذو اللي هيدروسوليد وذو اللي ايبوسوليد، معناها علينا ذو اللي ذايبين في الدهون وذو اللي ذايبين في الماء. الخضروات كاملين ذو الفيتامينات اللي ذايبه في الماء هي اللي تعود فيها موجوده فيها، واذا ذو الماء هم ذايبين يكون في الدهون ما هم ياسرين قاعك كيه دال وكيف بعض من 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 الفيتامينات. اذا اغلبيه الفيتامينات تتركز زي اللي قالوا الخضره. جيد. وطبعا انتم تحدثتوا عن طريقه الطهي ولا طريقه الاستخدام، غير بالنسبه لحد عنده منها كميه يقعد ما هو مستخدمها حاله، شنو هي الظروف اللي الله يحفظها فيها؟ شكرا. انا قايل اعلن ان قايلين اعلن ان 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 ذلك قال له مثلا ظروف، طبعا هي اللي ظروف بصفه عامه كيف 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 حد عنده مبرده، هاي المبردات فيه فيه في خضروات تحول الى جلاس، مثلا كيف الطماطم تقد تعدل لها تكونجليها ما تجبرت الشباب العربيه قال بعد تثلج تثلج. شكرا شكرا. كلمه تعالى تعود قريب شفت فيه بعض من تثلجها على مده يسر من الزمن، وفيه بعضهم اللي الثلج يخسره بمبتر مثلا ما يقدو ثلج به اللي اغلبيته الماء، وبالتالي هذا اللي قال له الحفظ، فهم حفظ لمده طويل. حد عنده ثلاجه قد يمضي فيها 15 يوم قدر يعيش، نجبروا بعض من الناس هون وخاصه الناس اللي الشرق اللي عاد موجودين هون تمات يشروها بسمن موسمها ويثلجوها ويتعاملوها بقيه السنه، وهذا ما يغير ما يغير. فهم بعض من قلت لك علينا انهم ادريها السخونه البروده ما تاتي عليه، اذا معناها علينا ان الثلاجه اللي في الطبيعه عاديه اللي متخطيه صفر درجه هذه تقدر نحفظ فيها. دليل قالوا خالقين ثلاجات وناس عاده تشريهم شاك على انهم ثلاجات وهم ما يحفظوا، هم ثلجوا احنا فيهم أهل الصحة نديروا فيهم مثلا فاكسين نديروا فيهم سيرم ونديروا كذا، بين اللي دوره يتم درجة لا دوره يتم على 20 وهو قلاص يخلق اللي عاد تحت صفر. إذا هم مولين شي من الناس يعود يقبل يستعمل شي ما هو شي ويعادوا يشتروا من مرقب وهو تنبيه. إذا يا الله الحفظ يا الله يعود في درجات تحت الصفر، لا معناها لا في الثلاجات، في الثلاجات اللي هي تثلج. فما قضية مولي أخرى من درا شنو استخدام الخضروات مع المواد الاخرى الكميات اللي الله تستخدم مع اللحم مثلا ومع سؤال جيد. سؤال جيد. عندنا في تحضير الطعام باللي تحضير الطعام ايضا يلا يعود فيه توازن. هذا التوازن ما يلا يغلب عليه ذلين قالوا ما يلا يغلب عليه البروتينات ولا الدهنيات ولا يلا يعود متوازن، ثلث يعود للخضروات وثلث للمواد السكرية. والمواد السكرية هون نقولوها تعرف ليش نقولوها المار والله 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 مكرونة والله هي المواد السكرية والله القمحية. مواد البروتينية نقولوها للحم. إذا هذا الثلاثي نين ظهر العلم أنه قد يحد يوازن بيناته، هذا هو المطلوب وهو هو المثالي. إذا عادة الناس اما تفرط تجبر دير الخضر ياسر ولا دير شيء، ومره دير اللحم ياسر ولا دير الخضر يلا يعود فهم توازن، واللي عاد بعد لا يخلق الاكثر احنا نختار تعود اكثر من الخضروات. تعود الخضروات هي الاكثر. جيد دكتور، اذا كانت فيه نصائح اخيره الوقت. نصائح اخيره في الحقيقه الخضروات ماده اساسيه من المواد الغذائيه، ويجب علينا الناس تعود تدخل في عاداتها، واحنا هون مطلوب منا علينا ذاك كامل من الزمن اللي مضينا ناكلوا البروتينات، يلا اللي باقي من الزمن انت مو ناكلوا الخضروات. وهذه دعوه للخضروات بها اللي اليوم جميع الدراسات ثبتت علينا انهم واقين ما هم من الامراض قاعد اللي سوء التغذيه، هم واقين ايضا من الامراض من ذي الامراض اللي خرا اللي قالها عاده قاع امراض العصر كيف السكري وكيف السمنه، وهي الخضروات هي الوسيله اللي قال له وسيله للوقايه، وسيله ايضا لقلال الوزن، ووسيله ايضا للوقايه من الامراض اللي عادت اليوم ياسرك امراض القلب، امراض السكر، امراض البدانه، هذه امراض ما عندها من ما وحميه بواسطه الخضروات، هذا هو النصيحه. هو بالنسبه خصوصا تخفيف الوزن اللي اشرته الاستاذ،
من ذاك مثلا حد عنده حميه لتخفيف الوزن يقد يعود عايش اغلب وقته ولا اغلب وجبات يعود ولا خضره الوجبات الثلاثه مثلا يوميا يعدلهم الخضره كاع ما قد يعتمد عليها حد كامل بهي قلت لك قبيل على انها ما فيها الدهنيات بالنسبه لحد يدور يخفف الوزن اذا يعود يعتمد على الكم يعتمد على 60 ولا 70% من الخضره ولا 40% الباقيه يعدلها من المواد الاخرى اللي بقى. هذا هو اللي ويسوى مثلا في فترات الغذاء ديك 60% يندرى كانوا يستهلكها في فتره واحده من لا لا قسمها وتعود غذاء ذاك اللي لا عاد يصبح يعود 80% منه كذا ولعاد اللي لا يتغذى يعود 80% منه وهكذا اذا يغلب الخضروات يقير يا الله يتم دائما ذوك المواد الاخرى ولا يخلق عنده منهم نقص يتم عود عنده منهم شيء اللي لين تمضي شوي معتمد اللي على الخضروات يظهروا لك اعراض اخرى ما هم جيدين بهم اللي اعراض نقصاش اعراض نقص الدهون اعراض نقص البروتينات اعراض نقص كي هنا اعراض نقص الفيتامينات ايضا لين تمضي شوي عن ماده هي يستهلك الجسم من هذاك اللي يستهلك ويبدا عندك اعراضها واعراضها هي شنو هي مرض. اذا شكرا جزيلا الاستاذ عبد القادر والاحمد رئيس مصلحة التهريب الصحي بوزارة الصحة. شكرا كذلك للطاقم الفني المشرف على برنامج يوم جديد، فريق المخرجة عائشة أحمد وفريق التصوير والصوت والتنسيق. شكرا أيها السادة المشاهدون، غدا بإذن الله حلقة جديدة وموضوع جديد ضمن برنامج يوم جديد الذي هو برنامج يومي كما عهدتموه أعزائي المشاهدين. إلى أن يتجدد لقاؤنا هذه تحياتنا والسلام عليكم.